وعليكم السلام شيخنا. هو ما هو حكم ابتلاع قشرة الشفايف للصائم؟ حكم ايه؟ عفوا، قشرة الشفايف شيخنا. حكم ايه؟ عفوا، قشرة الشفايف كسرة الشفايف. وحكم الدم النازل منها لو شخص ابتلعه وهو صائم يعني. يعني انت بتاكل شفايفك يعني، تاكله وتاكل القشر الذي فيها، تبلعه ولا تبزقه ولا ايه؟ يعني القشر ساعات ببلعه. لا، ما تبلعوش، لا تبلعه مرة ثانية. طب الدم؟ هتبلع الدم أيضا؟ لا تبلع الدم، يعني هل انا كده لا تفعل، لا تأكل شفايفك وتأكل القشر تبلعه، ولا تشرب الدم النازل من الشفايف وتبلعه. خلاص، ما تمام فعلته وراء ذلك جاهلا عفى الله عنك. تمام السلام عليكم.